معروف علي سوريا انك لما تمشي في شوارعها او الحياش، لما تقعد في احد الحياش في الاحياء السوريه، ديما تشم ريحه الياسمين السوري، تشم ريحه الاكل السوري، تشم تسمع الاصوات السوريه، الاصوات العريقه اللي قدمتها للساحه الفنيه. مشوار طويل ليها كان هويدا يوسف ضيفتنا اليوم، واحدة من أهم الفنانات السوريات اللي حطت بصمة في الساحة العربية وغابت لفترة، ولكن موسيقاها قاعدة معانا إلى اليوم تنسمع عن طريق الشبابيك. خلونا نفتح معاها الشبابيك. الفنانة السورية والعربية هويدا يوسف، أهلا بك في شباك مفتوح. يشرفني جدا مع الأرشيف الكبير أنك تكوني ضمن أحد الضيوف ونفتح معك الشبابيك اليوم. ميت أهلا وسهلا، أنا شرف لإلي كون موجودة معكم. أنا بالنسبة لي شبابيك مسكر اليوم، سكرت اليوم. اليوم رح نفتحها شباك شباك. يلا معكم. حنمشي لشباك المهنية، حنبدو بأسئلة الحياة المهنية والفن بالتحديد. أوه، ذكر أو أنت؟ لا، بيكاتشو. ذكر. بيكاتشو اسمه، حلو. طيب أنا حوريك اللي عندي. شوفي بالصدفة. كورو كلب بس. أوه حلو. لا جد. من محبي الحيوانات. حلو، هذا شيء جميل فيك وفي الناس اللي تحب الحيوانات، نحترمهم جدا. يلا حننشر الحياة المهنية. مندم عليك إلى يومنا هذا قاعدين نسمع عليها في جدل، رغم أن أغلب الأغاني صارت عليها جدل ولكن يختفي بسرعة. ليش مندم عليك مستمر الجدل والصحافة من وقت ومن حين لآخر يتكلموا عليها؟ ثواني، يعني بيكاتشو بده يخرب الدنيا. بقى انزل. هلا القصة، قصة مندم عليك هي قصة قديمة، يعني تقريبا من انت عم تحكي من 96، يعني من لحظة. هلا القصة انه مش ما ندخل بالتفاصيل كثير، انا الاغنية انا اللي يعني انا اللي اخترت الملحن. انا كنت عاملة عقد مع شركة وانا اللي اخترت الملحن، يعني الاغنية انعملت لإلي، انعملت لصوتي، يعني انعملت لمهرجان الاغنية السورية، يعني مهرجان الاغنية السورية له الحقوق بالاغنية على فكرة. صح بهيداك الوقت احنا ما عندنا حقوق حفظ، ما عندنا سيستم، ما عندنا هيدا الاشياء كلياتها، بس كان في تنازل للجنة المهرجان عن هاي الاغنية. شركة الانتاج باعتها لشركة إنتاج وقتها نوال الزغبي، لأني أنا فسخت العقد معه، بس هي فعلياً ما إلهم الحق إنه يبيعوا هاي الأغنية، بس لأنه نحن ما عنا حقوق حفظ فقدروا يتصرفوا بهيدا الموضوع. أوكي؟ القصة أنه هلأ الوقت خاصة هلأ تغير، يعني أنا فترة معينة بعدت عن الفن، يعني هي فترة زواجي، فترة ولادتي لبنتي، فترة الحمل والولادة، وبعد أنا مرت بظروف صحية ما كانت منيحة، يعني أنا بسموه اكتئاب ما بعد الحمل، يعني أنا مرت بظروف كتير صعبة صحياً. ما في شركة إنتاج، بعدت تماماً عن الفن. مرت فترة علي حتى أنا يعني ما بعرف شو بدي أعمل، عرفت كيف؟ يعني طلاقي، رجعت على سوريا، الحياة خربطت معاي، الحياة كلها تغيرت فعلياً، الحياة تغيرت تماماً من 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 سنة 2008 لغاية هلأ انقلبت قلب، يعني حتى السي دي ما له بقى لازمة، الكاسيت ما عاد له لازمة، يعني صارت قصص كلها حياتنا، حتى اللابتوب ما له لازمة، حياتنا كلها أنا وأنت صارت هي عبارة عن هذا الموبايل اللي نحن بنمسكه، صارت كل حياتنا عليه. تصور حياتي وحياتك صارت على هالقطعة الصغيرة اللي هالقد. حنغوصوا في هالتفاصيل أكثر. طيب الجدل اللي صار زمان على أغنية مندم عليك، هلأ هو بتشوف على مواقع التواصل الاجتماعي لما أصحابي أو ناس أو أي حدا بيذكر أغنية مندم عليك وبيحط اسمي، كمية الشتايم، كمية المسبات، كمية قلة الأدب، كمية قلة الأخلاق اللي بتنحكى، مين هاي؟ طب أنا إيه أوكي بعدت عن الفن، أنا ماني ناكرة، بس أنا ما فينك لا أنت ولا غيرك تنكر إنه أنا عندي صوت أقوى من صوت نوال الزغبي.
بقوله وانا فخوره بهيدا الشيء. نوال عندها صوت بس مش يعني حتى باللايف، يعني انا مع احترامي الشديد لها ولا غيرها يعني. طيب هل نوال الزغبي لو ما هل نوال لو ما اخذت مندم عليك كان حيأثر في نجوميتها اليوم؟ يعني ما كانت حتكون نوال الزغبي اليوم او بهذاك الوقت؟ لا بالعكس، نوال نجمه. نوال عندها رصيد كبير، نوال عندها اغاني كثير حلوه، عندها اغاني انا اغاني لها بحبها، عندها اغاني كثير حلوه. ووجود مندم عليك فادني الي يعني، بالعكس هو كان رصيد لها بيبي، كان نقطه حلوه لها بوجود اغاني. بالضبط، مرحله مهمه. ايوه بس طيب هالجدل اللي صار فاد هويدا يوسف، يعني مثلا خلاها تحت الاضواء اكثر الجدل اللي صار بهذيك الفتره؟ أكيد. يعني فادك؟ ما بنكر، انا مره واقعيه، مره منطقيه، مره عندي توازن مع نفسي، يعني عندي توازن مع نفسي، بحكي الدغري، ما عندي، بحكي اللي علي، اللي معي واللي علي. يعني بالاخر نوال حواليها هاله اعلاميه وهاله فنيه، وهي لغايه هاللحظه كان عندها اداره اعمال لحد هلا، انه قدرت تحافظ على النجوميه اللي هي فيها. هلا انا ما كان عندي هيدا الشيء، وبعدت فتره لانه انا كان همي اعمل عائله. ركزتي على العائله اكثر من من الفن كان هدف. على مين؟ هل هو انجح البوم لهويدا؟ انا بالنسبه لي بحس جاني تاني احلى البوم لي، بكل شيء، بكل المقاييس، بكل المعايير، حتى كنجاح كمبيعات وكتقبل الناس. لا كمبيعات لا، لانه انا بعرف انه جاني تاني ما انخدم اعلاميا نهائيا، بس كان مظلوم. انا عم بحكي فنيا احلى البوم هو جاني تاني. طيب نسمع شوي هيك من علمين، فينا نسمعها هلا شوي؟ يلا. علمين الهوى علشان يعلينا، ده احنا علمين بالهوى والشوق مبكينا، وازاي تقول ارتاح دخل هوى لو راح، ما سابش الا جرح عيني دمع فانينا، وتقول لي علمين الهوى. ماي فيفورت، كسرت الدنيا في وقت ما نزلت في هذيك الفتره. علاقتك بروتانا، رغم ان حققتي معاهم نجاح واستمرت لسنوات، فاداتك او ضراتك؟ شوف، وجودي بروتانا طبعا افادني، مش بدي انكر هيدا الشيء، بالعكس عزز وجودي بالساحه الفنيه، قدمني بشكل صح اني لغايه فتره كنا عم نشتغل صح من اول البوم تقريبا ل ثالث البوم، يعني كان الشغل كثير حلو. بعدين شوي اتناقص هيدا الشيء، يعني انا عقدي 5 سنين، ضليت 8 سنين، يعني 5 البومات ضليت 8 سنين. المفروض كان في استمرارية، أنا ما فهمت، يعني أنا ما قدرت أفهم شو اللي صار. يعني هل ما كانش، يعني إحنا كصحفيين كنا نشوفوا فيك ناجحة في بيروتانا، ليش الخلاف اللي صار أو ليش ما استمرش التعاقد؟ هل كان في ناس مثلا ما يحبوش هويدا في الشركة؟ هل في تفضيل؟ هلأ أنا والله ما بعرف شو بدي أحكي لك. هلأ أنا آخر فترة لما كنت حامل ببنتي، قبل حملي ببنتي، كان آخر حفل بباريس بالفور سيزن جورسان، كانت أنا وفلا الجزائرية والكفوري، وكان ناس كتير بس ما عاد أتذكر مين كان في بالضبط، يعني بس هدول بتذكرون. صار يعني الأمير الوليد قابلنا شخص كل واحد، حتى قبل الحفلة يعني بالنهار قابلنا كل واحد، كان معانا تقريبا 10 دقائق نقعد نقول طلباتنا، لأنه نحن يعني من الناس اللي كان صار لهم فترة مع روتانا.
أو من أوائل الناس المعروتان. فأنا كان طلبي أنه صحيح. يرتفع شوي الأجر تبعي تمام؟ وإني أنا يتمدد العقد تبعي. وفعلا كان الأستاذ سالم قاعد وكان الأمير قاعد قال له أنه بتمددوا العقد مع هويدا. رجعت أنا على مصر صار في حمل عندي. هيدي الفترة الحمل أنا ما تواصلت بآخر فترة الحمل تقريبا تواصلت مع الأستاذ سالم قال لي إن شاء الله. دقيت للأمير أكثر من مرة وفعلا هو تجاوب معي واتصل بي وأنا معاه على التليفون. اتصل بأستاذ سالم العندي وقال له بتمددوا بجددوا عقد مع هويدا بتمددوا. قال له أوكي. قال لي وقت أنا رح أبعت لك محمود موسى وسعيد إمام تقعدوا والعقود موجودة. قلنا له أوكي. دقيت للأستاذ محمود موسى قال لي أنا ما حدا خبرني. دقيت لسعيد إمام قال لي أنا ما حدا خبرني. استنيت فترة ما حدا خبر. رجعت دقيت قال لي شوي مشغولين. رجعت دقيت ما رد. رجعت دقيت للأمير الوليد فهو لما أنا حكيت معي قال لي أنه ما في داعي أنه تحكي مع حدا يعني أنه في عنا شوية إشكالات بالشغل وبعدين بنحكي. وهذاك يوم وهذا يوم انتهى الموضوع عند هيدا الشيء وما عرفت ليش شو في شو صاير. يعني معناها في أشياء خلف الكواليس ممكن ما بعرف والله ما بعرف اشتغلوا في الشركة. طيب آخر سؤال يعني في شو بنك البلدية احترام بصراحة فترة الشغل اشتغلنا فيه احترام يعني صح إنه 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 كان في عذاب إنه وقت نختار الأغاني وقت بدنا نخلص يعني كان في مدة كانت عم تطول. طيب فنانة هويدا ديما تنتقدي في 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 لجان التحكيم وخاصة نانسي وأحلام ليش؟ لجان تحكيم برامج الهواة أنا ما بنتقدهم أنا كمشاهدة قبل ما أكون كفنانة أنا مشاهدة. هذا التلفزيون أنت عمل برنامج الناس بدها تنتقد يعني فأنت أمام الرأي العام أنا أو غيري أنت وأنا وغيري وإكس وغريك. فأنا كنت دائما أحس إنه في أشياء مش مظبوطة أحس في أشياء مش مظبوطة يعني قرارات أو الشغلات اللي بيقولها مش مظبوطة. أحيانا تكون صح أحيانا تكون لا مش مظبوطة. أنا أشوفها كمشاهد يعني وبعدين أشوفها كفنان. وأكثر بس تشوفي فيهم إن هم يليق بهم كرسي لجنة التحكيم أو لا؟ هلأ أنا رأيي ما كتير بهم يعني إن هن نجوم ستار سوبر ستار. هن المحطة بالنسبة لهالمحطة اللي هن عم يطلعوا فيها هن بيجيبوا لهم مردود ما مشاهدات ومردود صحيح يعني أنا ولكن كفكر موسيقي تشوفي فيهم بغض النظر إن هم بينجحوا البرنامج هذا شيء أكيد نجوم صف أول وكذا بس كفكر موسيقي يليق بهم الكرسي أو لا؟ أنا أحلام بعرف إنه هي نجمة بس هلأ مثلاً في أصوات كثيرة على مدار هالسنين كلها يا تبي البرنامج طلعت أحلى مليار مرة من الحكام اللي موجودين مين مكانكم مثلاً وجود سميرة سعيد يعني حلو وجود أصالة وجود أنغام أسماء المنور محمد عبده عبدالله رويشد هاي الناس. بس ما تشوفيش إن الفنان مرات مش بالصوت مرات صوته الضعيف بس هو عنده فكر موسيقي فيه يوظف هالصوت الضعيف أو البسيط بأغاني ناجحة ففيه يقيم إيه مزبوط معك حق. لا أنا بدي أقول لك عبد الحليم حافظ كان صوته محدود بس إحساسه عالي وبيعرف إيه وإحساسه عالي وصوت حلو وبيعرف كيف يغني بيعرف كيف يوصل لك الإحساس كيف ما فضل شاكر كيف ما شيرين عبد الوهاب بيقدروا يوصلوا لك إحساسهم وبيدخلوا لجوه قلبك بيوصل لمرحلة إنك بتبكي لما بتنزل دمعتك. فأنت الفنان هيدا قديش إحساسه عالي ليوصل لك يعني أنا مثلا بالنسبة لإلي نانسي ذكية إدارة أعمالها إدارة ذكية يعني آخر حفل عمليته لايف أنا بالنسبة لإلي هيدي واو ولعت واو تفوق حتى على الفنانين العالميين صراحة الأيديا والفكرة ياس يعني شابو على الانستغرام تبعي طيب دفعتي بنانسي عجرا في بداياتها صحيح؟ كيف؟ دفعتي بنانسي عجرا في بداياتها ساعدتيها يعني دعمتيها في أحد الحفلات
صح؟ لا أنا ما هالكلام؟ لا 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 ما صار. لا لا بالعكس، بس نحن بسنة 98 99 بالضبط، بال 99 98 99 بهيدا الضبط بالوقت هيدا كان طالع ألبوم أغراب بتذكر، وقتها طلعت أنا كأحلى صوت عربي عن ألبوم أغراب، عن أغنية أغراب بالضبط بالذات. فضل شاكر طلع صحيح. عن ألبوم متى حبيبي، متى حبيبي متى يس. وناسي كانت مطلعة غنية طلعت أحلى موهبة وقتها صاعدة، كانت صحيح كانت مطلعة غنية وقتها ما عاد أتذكر، بهذاك الوقت بالذات كان طلعت غنية أخصمك. لا 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 لسه لا أخصمك أول قبل طيب ممتاز مش مشكلة الأغنية هاي هذا الأغنية أنت بس ما عاد تذكرها تمام. فدعمتيها أنا سمعت إن كان في تشجيع منك ليها. لا 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 هي 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 المخلوقة قدرت تعمل كاركتر لنفسها. جيجي لمارا معاها عملوا لها هالة والمخلوقة برافو عليها نجم. هلأ هي نجمة وبرافو عليها يعني. أنا لا أنا إذا يعني أنا بهذاك الوقت كنت محتاجة لدعم يعني حتى يعني إذا بقول لك أنا بهذاك الوقت ب98 بالضبط بالضبط كان عندي حفلة بمركز التجارة العالمي بالتريد سنتر، كنت أنا وكاظم الساهر، كانت وقتها روتانا عم تعمل حفلات للنجوم بمركز التجارة العالمي في دبي. بعدها مباشرة أنا عملت ليالي دبي يبقيت وقت وعملت ليالي دبي يعني ممثلة عن سوريا وممثلة عن شركة روتانا. هيداك الوقت لو تعرف مين كان موهبة عم بتغني بالبرنامج يعني بالمهرجان حسين الجسمي. بتذكر هذا بتذكر هذا الموضوع. وقتها كنت مقيم بالإمارات هذا تلفزيون دبي وقتها خلف الكواليس قلت له أنت من الأصوات الحلوة اللي رح يكون إلها مستقبل كتير حلو. هلا اللي حضروا هيداك البرنامج بهيداك الوقت رح يعرفوا صدق كلامي لأنه البرنامج موجود لهلا موجود صحيح. وأنا أتذكر فيه وأنا طفل صغير يس يس مزبوط. ولحد هلا هو نجم صار نجم وصار ستار وصار وحدا إنسان طبعاً. قمة في التواضع يعني بصراحة طبعا حنسكروا شباك المهنية وحنطلعوا فاصل قصير وبعد الفاصل حنفتح شباك المراهقة ومرحلة تكوين الشخصية للفنانة هويدا يوسف. خليك معنا yeah. رجعنا من جديد بعد هذا الفاصل القصير مع الفنانة السورية والعربية هويدا يوسف وأكيد حنفتح معها شباك جديد وهو شباك المراهقة ومرحلة تكوين شخصية الإنسان. مستعدة؟ مع يلا بسوريا كيف المجتمع السوري بيشوف البنت لما تبلش تفوت بهالمرحلة مرحلة البلوغ والمراهقة؟ ببلش في تفرقة بين الشاب والولد زي عندنا في ليبيا يعني مثلا بتبطل يصير في عليها كنترول أكثر، أنت بنت أنت كذا ما تطلعي ما تفوتي، صار معك هالشي في 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 مرحلة المراهقة؟ لا 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 للأمانة نهائيا لا ما معنى لا لا ما عنا هذا الشيء نهائيا لا. هلا ما بعرف اذا الحياه تغيرت لانه انا بعيده يعني بس ما عنا هذا الشيء يعني انا حتى بنتي حاططها بمدرسه مختلطه يعني ما عنا هذا الشيء. لا لا انا بحكي عنك عن هويدا لما كانت طفله لا كانت يعني نحن لو احنا اطفال في مرحله الابتدائيه بنتعامل بيعاملونا الاهل زي بعض بس نبلش نبلغ بيصير على البنت لا تعي هون انت ما فيك تلعبي مع الاولاد ما فيك تطلعي برا كثير ما فيك تطلعي على الشارع. لا 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 ما كان لا, 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 لا 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 نهائيا لا نهائيا لا. كان عندي رفقاتي وعندي اصحابي ونروح رحلات شباب وصبايا. لا 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 ما عندنا هيك شيء. جميل. حلم الفن والموسيقى بلش بهالعمر؟ نعم حلم الفن والموسيقى بلش بهالفتره فترة المراهقة. لا أنا بلشت كنت بالابتدائي يعني أنا كنت تقريبا صف أول يعني
يعني ما كان عندي 5 سنين تقريبا، انا كنت عم غني كان عندي 4 سنين. يعني لما بلشت بالابتدائي كنت اغني بالمدرسه، لما يكون في حفلات الشبيبه والطلائع وكذا هذول كنت كمان غني. مين كان فنانك المفضل بمرحله المراهقه؟ بصراحه انا اختي كانت تسمع لورده الجزائريه وكانت تسمع لفريد الاطرش، فانا كنت مجبوره اسمع الاثنين. كنت مجبوره اسمع الاثنين. بس اكثر شيء يعني خلتني احب ورده الجزائريه، يعني اغانيها وكل شيء. بعدين صرت اسمع لجوليا بطرس، يعني كنت استنى لما جوليا بطرس لما كانت تغني غابة شمس الحق وكذا، وهي كنت اقعد بتذكر المسجله اللي هي الشرايط، اقعد اكبس هيدي الكبستين هيك حتى تسجل غنية عن الاذاعه لما تطلع بالاذاعه، اذاعه دمشق او اذاعه نلقطها من بيروت، سجل غنية اقعد اكتب يعني اكتب الغنية على الكتب تبعوني. وتطور معي الموضوع لصرت بصف السابع الاعدادي، اول اعدادي يعني نقول عليه. كان صار عنا استاذ الله يرحمه، هلا قالوا لي انه توفى الله يرحمه، اسمه رامز، لحد هلا بتذكره، قالوا له رفقاتي هو ده صوته حلو، فكان دائما يقعد انا الوحيده يقعد يدربني، حس انه صوتي عن جد حلو يقعد يدربني لاطلع اغني بالحفلات تبعيت المدرسه. حنطلع فاصل قصير، خليك معنا. رجعنا من جديد بعد هذا الفاصل مع الفنانه هويدا يوسف، وهالمره حنفتح شباك المستقبل وحنساله اسئله افتراضيه. فنانه هويدا، نعرض عليك تجددي من دم عليك على المسرح مع نوال الزغبي في احد الحفلات، توافقي او ترفضي؟ بالعكس، ليش لا، هي فنانه كبيره وليش لا، بالعكس. رغم ان الاغنيه كانت ليك، يعني حتى لو هي هي الغنية لإلي وبغنيها، والغنية لإلها وعم بتغنيها، لا هي أنا فيني أمنعها ولا هي فيها تمنعني، لكن عم نغني أغاني كبار النجوم، يعني ما حدا عم يمنع الثاني، مين عم يمنع الثاني؟ بالعكس، أنا هي نجمة وإلى محبينا وإلى الفانس تبعها، وأنا إنساني عندي صوتي كمان وإلي محبيني وإلي الناس الفانس كمان بيحبوني. طبعا. هل ممكن تتزوجي من جديد؟ هل ممكن تعيدي التجربة؟ ليش لا؟ ليش لا؟ لو يرجع بيك الوقت، ندمتي على الزواج الأول أو لا؟ إيه ندمتي، يعني مش حتعيدي مع التجربة مع نفس الشخص؟ لا، ما بعيدة مع نفس الشخص، لا، أنا بندم لأنه اختياري كان غلط. طيب، تاريخ موسيقي كبير لهويدا يوسف ما فيش حد يقدر ينكره، بس كيف ممكن ترجع اليوم هويدا تنافس نجوم الصف الأول من جديد؟ شوف، لنكون صريحين مع بعض، لازم يكون في شركة إنتاج قوية معي، لازم يكون مع شركة إنتاج على الأقل تساعدني، أو شخص يكون وضع مادي يساعدني. يعني بهيك ممكن هويدا ترجع للساحة مثل قبل وأقوى؟ أكيد، لأنه أول شيء يعني الحمد لله أنا بملك الشكل، خصوصاً حالياً أنا مرت فترة، حتى يعني صديقي الأستاذ محمد حفيظة بيعرف أنه أنا تخنت كتير، هلأ نازلة حوالي يعني تقريباً 25 كيلو. أوكي، يعني لا صوت بينقصني ولا شكل بينقصني ولا الكاريزما على المسرح بتنقصني ولا ثقافتي بتنقصني. طيب، أعطينا شنو جديدك في الفترة القادمة للناس اللي قاعدين يتابعوا فينا، شنو في جديد؟ هل في أشياء حضرتيها؟ لا، في أغنية عراقية لأول مرة بغني اللون العراقي، أغنية اسمها بلحظة، كلمات الأستاذ إدريس المحمداوي، وألحان أستاذ أسعد الواسطي، وتوزيع الأستاذ عمر باسل، وطبعا توزيع تم يعني
بالبحرين، وأنا سجلت الأغنية كصوت مع الإيقاعات اللايف والكمانجا اللايف الأستاذ زيد، سجلناه باستوديو الأخ والفنان نواس أموري هون بإربيل. وفي أغنية كلمات الأستاذة حياة إسبير وألحان الأستاذ الكبير فضل سليمان وتوزيع فادي جيجي، أغنية اسمها روحي تتمنى، أغنية خالصة باقي بس لحبت صوتي عليها، باقي بس لحبت صوتي عليها. وفي أغنية ثالثة هي كلمات صديقتي الأستاذة حياة إسبير وهي أم بنتي، وألحان الأستاذ صحيح. أحمد مكني مصر، وإن شاء الله رح يكون توزيع للأستاذ باسم منير بمصر، رح نرجع لمصر مرة ثانية. أو إيه المفاجأة؟ في رجوع، في رجوع قوي، في رجوع قوي. المفاجأة لأول مرة، أنا لسه ما قلتها طبعاً، هي رح أقولها معكم وبتمنى يكون في إلها دعم كتير كبير. في أغنية ديو طبعاً أنا وصوت نسائي سوري، هي أغنية عراقية باللهجة العراقية، هي طبعاً ألحان الأستاذ أسعد الواسطي، بس عذراً لأني أنا ما سألته عن التنفيذ وما سألته عن التوزيع، بس هو بعطيكم تفاصيل بعدين. هو استوديو في الكويت هو اللي أنتج هيدا العمل. أنا ممكن هلأ أحكي وأعرف شو الاستوديو لأنه لازم يكون، بس هي الفنانة اللي رح تكون مين الفنانة؟ يس معي، هي صديقتي الفنانة السورية نرمين وهبي، هي كمان فنانة العجل فويس من الأصوات السورية الرائعة، رائعة رائعة جدا، وعلمت عند العالم طبعا، وصوتها جميل جدا وبتستاهل الدعم. أنا صراحة يعني بكفي أنه أنا لما قلت لها في أغنية من غير تردد، من غير ما تتردد، قالت لي أنا جاهزة أنا أوكي، لا سألت عن إنتاج، لا سألت عن ماديا ولا شيء، قلت لها في أغنية عم تنعمل، و يعني كتر خيرهم انه في ناس عم بيوافق عم تساعدنا صراحه. صحيح، حلو 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 تشوفوا الكيمستري اللي حتصير بين ثنائي نسائي، يعني هذه اشياء نادره في الساحه الفنيه. صوتها هي صوت رخيم عريض وانا صوتي ارفع من صوتها شوي، ففي عندك صوتين مختلفين، فانا بواثقه انه رح نعمل شيء ممتاز. في الختام حاب نسالك سؤال ونعرفك جريئه، اليوم فنانة سوريا الاولى من اليوم؟ اليوم على بالنسبة لي، بالنسبة لي اللي هو إيدا أصالة نصر. أصالة نصر، حتى لو أنا بدي أكون أختلف معها بأي موضوع، بس ما فيني أختلف فنيا نهائيا. يعني نحييك صراحة جدا على جرأتك وصراحتك وايدا، ونتمنوا لك كل التوفيق ومستنين كل جديدك، وحنكونوا داعمين ايضا ليك في كل اعمالك القادمه. شكرا لك علي انك تسلم. نحن بس نتمنى انه يا ربي هالازمه اللي نحن فيها، لانه تعبنا نحن، هيدا رابع شهر تقريبا قاعدين ما عندنا شغل نهائيا. فانا صحيح. يعني نحن وانا بالنسبه لي كوضعي انا وكوضع كل الناس تعبنا، يعني يا رب ترجع الحياة مثل ما هي. وبس بقلكم اشتقنا لليبيا، أنا من الزمانات اجيت مرتين على ليبيا، ثلاث مرات. وصفيها لي على السريع لأن وقت البرنامج حيتم، وصفي لي ليبيا. على أول مرة ما كتير شفنا فيها شيء لأنه حطونا بالأوتيل ما شفنا شيء. ثاني مرة أنا جولت لأنه أنا سجلت برنامج يمكن وقت الشمس أو شيء، ما بعرف أتذكر، ما بتذكر برنامج يعني موجود هو على اليوتيوب أصلاً، فأخذوني على الساحة الكبيرة بليبيا ميدان الشهداء الساحة الخضراء سابقا وسجلنا، وأخذوني على مزارع وأخذوني على السوق، وفي قصص كثيرة شفتها فإلها معزة كثير كبيرة. يعني إن شاء الله الله يهدي البال عندكم ويهدي البال عنا، لأنه نحن كلنا تعبنا. بتمنى السلام لكم، السلام لبلدي سوريا أكيد، نرجع لأنه تعبنا، العالم خلص تعبت جاعت، يعني العالم تعبت متنا. يعني بتمنى السلام لبلد بنتي مصر، بتمنى الخير للبلد اللي أنا مستضيفتني، لأنه نحن نعتبر وافدين قاعدين بهيدي البلد، هي إقليم كردستان، إربيل، أهلنا الكرد
اللي عم يتعاملوا معانا كأهل، ونحن منهم وفيهم يعني كتر خيرهم. بتمنى الخير ونرجع كمان المغرب، هي بلدي الثاني اللي انا اقامت في المغرب. يعني والله يهدي البال بلبنان والعانة يعني ما عم نعرف، والكل الله يهدي الكل يا رب. هويدا شكرا ليك، فتحتينا الشباك، وبنشكر محمد حفيظة ايضا معنا في الكنترول. استاذ محمد حفيظة اخي وصديقي وعشرة عمر، وبيعرف كثير معاناتي، بيعرف كثير قصص عني، وبيعرف قد عم بتعذب كرمال اني انا حاول ابني مستقبل لبنتي. انا ما عم حاول لإلي انا، لا كرمال بنتي، لانه بنتي اعتمادها الكامل هو على امها، حتى هي تعيش معززه مكرمه ببلد امها سوريا، مع الاحترام الشديد لجنسيتها. يعني هي من وقت خلقت موجوده بسوريا طبعا، وما بتعرف شيء الا سوريا. وأنا كنت بتمنى تكون حياتي أنا وهي غير، بس قدر الله ما شاء فعل. بس أنا بفتخر أنه بنتي حالي خاصة، حالي خاصة، ما فيني أقول أكثر من هيك، وتتكلم لغات وإنسانة مثقفة. واو حيوك، حيوك جدا، يعطيك الصحة، شكرا ليك يا رب. الآتي أجمل، أنا متأكد أن الآتي أجمل ليك. شكرا ليك. أنا بدي أتشكر أي إنسان وقف معي بغنية بلحظة، بدي أتشكره، لأنه خصوصاً بهالوضع اللي نحن فيه حدا يوقف جنبك نادراً ما حدا يوقف جنبك. هنذكروا اليوم الشباك مع الفنانة العربية والسورية هويدا يوسف، ولكن شباكها دائماً حيقعد مفتوح للنجومية والفن. استغلنا المطارات ونفتح حتى المطارات مش بس الشبابيك. شكراً ليك وتصبحوا على ألف خير. شكراً حبيبي.